الله أكبر الله أكبر. يسود جبهة النصرة تحرير حاجز الأحلاف واغتنام عربة شلجة ودبابة 72 وعربة بين بي. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد. الاشتراك مع قيود أحرار الشام. بسم الله الرحمن الرحيم. تحرير حاجز الأعلاف 8/11/2013 على يد أسود جبهة النصرة وليوث أحرار الشام الإسلامي. الحمد لله رب العالمين.